التظاهرة والاعتصام حيث شهدت حالات إغماء في ساحة اعتصام الخريجين أمام مبنى وزارة النفط بسبب إضرابهم عن الطعام. أحد المعتصمين ويدعى المهندس حسين الخزرجي وهو أحد خريجي هندسة النفط تم إسعافه إلى مستشفى الكندي بعد تعرضه لوعكة صحية بعد اعتصامه لليوم 15 على التوالي. دعونا نتابع المقطع التالي. هاي احدى حالات الاغماء اللي صارت عندنا، اثنين من ولدنا بعد اعتصامات دامت لمدة اسبوع، وبعد اضراب عن الطعام دام لمدة 48 ساعة. سقطوا اثنين من ولدنا من خريجي هندسة النفط. نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان ومكتب رئيس الوزراء ومكتب السيد محمد الحزبوسي بإيجاد صورة حل لخريجي هندسة النفط. اصبح الموضوع يمس ارواح الخريجين واصبح الموضوع انساني بحت. احنا بنص العاصمة بغداد. اسرع الله واديك.